عزيزي المشاهد احذر الضوضاء. ايه هي الضوضاء؟ الضوضاء هي كل الاصوات العالية اللي ممكن نتعرض ليها في حياتنا. في حياتنا العادية لو احنا ما بنعملش في اماكن ضوضاء، حتى في الحياة العادية احنا معرضين للضوضاء اللي هي بتتمثل في ايه؟ في الشوارع اللي احنا لازم كلنا بنمشي فيها، الكلاكسات العالية للعربيات لازم نخلي بالنا من الكلاكسات دي، لانها دي واحد ورا الثاني ورا الثالث بتأثر بشدة على السمع. وملحوظ جدا ان حتى معظم راكبي العربيات هنلاقي ان الاذن اليسرى بتبقى متأثرة اكتر من اذن اليمنى، نظرا لانها هي الاكثر تعرضا لكلاكسات العربيات. فخلي بالك من كلاكسات العربيات ولا تطلقها الا عند اللزوم والشدة القصوى، مش بدون مناسبة. زي ما احنا بنشوف احيانا في بعض في الشوارع الاقي العربيات عمالة كلاكسات بدون اي دواعي شديدة عشان نطلق الكلاكسات. الحاجة التانية المهمة قوي الكاسيتات، الكاسيت العالي اللي موجود في كل حتة وفي كل مكان. الكاسيت ده له اثار برضو شديدة على السمع وعلى خلايا السمع، بتصيب خلايا السمع وبتؤدي الى وفاتها. هو صحيح في خلايا سمع كتير موجودة عندنا، اللي هو ده اللي يخلي للأسف الاكتشاف ضعف السمع بيتأخر، لأن خلية ورا خلية ورا خلية على مر بعض السنوات أو يمكن الشهور حسب حساسية الشخص ممكن في الآخر نكتشف إن في ضعف سمع من غير ما يبقى فيه وسيلة لتفادي هذا. نرجو الوقاية، لأن ضعف السمع الناتج عن الضوضاء للأسف ملهوش حلول لاسترجاع السمع، لكن الوقاية هو الحل الوحيد بان انا امتنع عن الكاسيتات والضوضاء والكلاكسات والتلفزيونات العالية. الكاسيت كمان المهم قوي الكاسيت داخل الاذن. كاسيت داخل الاذن بيبقى له تأثير مضاعف اكثر من الكاسيت اللي على مسافة، لان احنا عارفين ان الصوت داخل الاذن هيبقى قريب قوي وهيبقى صوت اعلى كتير قوي من اللي على مسافة. وشكرا.